فنروح للدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، ضفنا عبر سكايب ونسأله. يا دكتور حاتم بعد مساء الخير، هو برضو الناس عندكم في لندن والدول المتقدمة بيقولوا ان الكورونا خلصت وبدأوا يتعاملوا عادي من غير كمامات؟ مساء الخير يا استاذ عمرو، استاذ ريهام، مساء الخير، مساء الفل عليكم. هو طبعا لا طبعا الكورونا ما خلصتش زي ما حضراتكم تفضلت فتفضلتوا يعني. أيوه. الوضع ما زال في حذر شديد جدا، وعلى الرغم من الوضع في هنا في انجلترا قل من ناحيه عدد الحالات بالنسبه للفتره اللي كنا فيها حالات كتير، بس في طبعا ما زال استنفار، يعني الماسكات اجباريه في مواصلات النقل العام في كل انحاء البلد، في المولات والمحلات ما زال في قيود صارمه بالنسبه للتباعد المجتمعي او التباعد اللي بين الافراد، فالموضوع طبعا ما خلص. خلاص فعلا. طيب دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن اللقاح الروسي، وبنتكلم على ان كل دولة متاح فيها البحث والاستطلاع والطب بمستويات متقدمة، بتقدم كل ما تمتلكه علشان توصل لأي حل مع هذا الفيروس. اللقاح الروسي هو اللي يعني على الساحة دلوقتي، وفي نفس الوقت كان في جدل حول هذا اللقاح. عايزة اخد رأي حضرتك، خاصة بانه يعني كلنا بنتمنى ان يبقى فيه اي حل لفيروس كورونا. والله زي ما حضرتك بتقولي، هو طبعا كلنا يعني بنفسنا في أكيد. في بصيص من الامل يعني. وطبعا خبر اللقاح الروسي كان مفاجئ، لكن احنا بعد ما قرينا وبعد ما بصينا في التفاصيل اللي السلطات الروسيه عملتها، واضح ان الموضوع ما خلاص يعني. هم وصلوا للخلاصه بتاعتهم بعد المرحله الثانيه، فاللقاح بتاعهم ما كملش المراحل كلها للاسف، علشان يقدروا يوصلوا بنتيجه يقدروا يقولوا بيها ان يقدروا يعمموه وينشروه. فللاسف دي حاجه من الحاجات اللي خلت حتى منظمه الصحه العالميه تشكك في مصداقيه. بس هم يا فندم قالوا اللقاح ان هو لسه في خطوات واجراءات، يعني هم اعلنوا ده، ما اعلنوش ان هم وصلوا للنهائي. بالظبط يعني. مظبوط. طيب نروح لاكسفورد، لقاح اكسفورد ايه اخباره؟ والله هو في المرحله الثالثه دلوقتي والامور ماشيه كويس جدا. احنا حاليا في مرحله تجميع المتطوعين، لغايه اول امبارح كان وصل عدد المتطوعين لاكثر من 100,000 متطوع. وما زالت البلد بتطلب يعني في الجرايد وفي الاعلام عايزين ناس. ودي طبعا اعداد، كل ما الاعداد تكتر كل ما ان شاء الله. طب بيطمنوهم ازاي يعني؟ يعني انا عشان حضرتك تعمل اعلان تقول لي تعالى نديك عقار نجربه عليك، اقول لك وانا مالي يعني؟ اقول لك انا خايف على نفسي. فالناس دي بتقنعوها ازاي يعني؟ والله لا، وفي تطمين يعني كل الناس اللي اولا طريقه الاعلان بيتقال لهم، وده بالفعل ان اللقاح امن جدا يعني. ده مثبت علميا، والاطباء هنا والناس اللي ماسكه البحث بيطمنوا الناس ان اللقاح نفسه امن وفعال لكل الفئات العمريه. ده مؤشر مفيش منه اعراض جانبيه. بالظبط. وممكن كمان اللي بياخد اللقاح ده بيعتقد ان هو اخد حصانه نوعا ما او مر برضه، صح كده؟ يعني اعتقد دي نقطه مهمه علشان المتطوعين يجوا او يكتروا زي العدد اللي حضرتك ذكرته. انا عايز اختتم مع حضرتك يا دكتور واستثمر وجودك معانا، والحاله اللي احنا لسه كنا بنتحدث عنها ان الناس بدات تتراجع في انها تاخد بالها من نفسها واحتياطاتها تجاه الفيروس، بانك توجه رساله لكل اللي بيسمعنا بضرورة أخذ الاحتياط مع الحديث عن موجة تانية من الفيروس. معلش برضه يا دكتور، إضافة لطلب ريهام، فكرة حضرتك توضح لنا هل الفيروس ضعف ولا ما ضعفش؟ لأن الناس تقول لك ده الفيروس بقى ضعيف وبيجي بشوية مغص وبيروح لحاله. لا خالص، الكلام ده مش صح. الفيروس لسه موجود، وما زال للأسف بنشوف ناس يعني حالات بتبقى تعبانة جدا يعني الفيروس موجود، وما يعني والنوع ما فيش أي دليل يقول إن الفيروس اللي موجود حاليا مختلف على الفيروس اللي بدأ. فالإجراءات لازم تفضل زي ما هي، والناس تخلي بالها، لأن احنا بنشوف يعني للأسف ناس بيجي لها الفيروس وبتتعب، وشباب صغيرين مش بس الناس الكبار يعني. فالإجراءات المجتمعية مهمة قوي، الناس لازم تلتزم بالماسكات، بالإجراءات الأساسيات، غسل الإيد بالمية والصابون، التباعد بين الناس المترين بين كل واحد للتاني مهم قوي قوي قوي. وأي حد عنده أعراض
يفضل في البيت، افضل يخليه في البيت، يحاول ما يتواصلش مع الناس. صحيح. ما ياخدش الموضوع باستهتار، لانه في النهايه خالص. هو بينعكس مش بس عليه، على اللي حواليه، والموضوع مش حريه شخصيه، دي حريه بتطال حريه الاخرين وحياه الاخرين. دكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجه في لندن، سعداء بوجودك معانا يا فندم، وان شاء الله نتقابل تاني ونتكلم باستفاضه عن كل ما يتم تجاه مواجهه فيروس كورونا.